يلا حيه تقدم تقدم هنا تقدم هناك واقفه معاقب كانك معاقب انت جدار. هو هي عاقه بشريه صراحه لا لا, لا ادخل واطلع ثاني مره معلش كذا اطلع طيب كيف الواقفه انت تبيني كذا ولا لا لا كذا توقف علينا توقف ضد ليش رجعت بيرجع اي روح تعال لا تعال 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 عادي عادي خلاص روح روح الان بهدلني اكثر عشان لا لا روح عند خلاص ابي ابو شاب اسوي لك 10 ولا لا خلها بعد شويه ارجع عند مصور بعدين تعال 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 لا خلاص يلا تعال هنا عنده مصور عنده طيب روح لا صحيح والله والله لا لا مالك مالك خلاص الحين الحقيقه الان يلا يلا بسم الله السلام عليكم عليكم السلام مايك شغال يلا معلش طيب اوكي زعلت المخرج يلا 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 يا اخوان يلا لا زعلت لان هالمشيه كذا هو استهتار المخرج قال ان لا تنجحوا بس ما ادري نجح خلاص عادي يلا روح يا السلام لا لا روح يلا شد حيلك يلا تفضل يلا معليش ابو ياسمين شكله هذا مشيته الاصليه فعادي ايوه هذه مشيته الاصليه صراحه صدق هذه مشيته لانه هو قال ارجع وعيينا كثير بتشوفونها بالبرنامج ايه هو قال ارجع مره ثانيه يعني واثق انك لا لا صح هذه مشيته طبيعيه فعادي ما استهبل انا جد جد مشيته عايزني اتكلم معك بالمصري ولا بالسعودي لا بالسعودي والله خلاص بس خلاص بس ما اقدر والله هو شوي لساني يقلب اوقات طيب عرفنا عبد العزيز عبد الله حلو ساوي ونعم والله عمر 25 اعزب للاسف ما شاء الله تبارك تمثيل دوبلاج تقديم صوتي يعني طباخ حلو كل شيء يعني اسوي يا اخي الطفه الاخيره من اول كانوا يقولون ممثل ومنشد الحين اضافوا لها طباخ هل السوشيال ميديا اثرت بشكل كبير السوشيال ميديا السوق طالب هالشيء اكثر خاصه السعوديين اول ما كانوا يشتغلون بهذا الموضوع الحين عادي انا اشتغل مطاعم قبل اجيك كنت اشتغل بمطعم حلو حلو مطاعم سي فود لا سي فود لا تكفى ورا ما تحبه لا احب السي فود طيب كيف بس لا يعني السي فود تحسه شيء بسيط لا ما اعرف يطبخه ما تعرف تطبخ بالنسبه لك ممكن انت تطبخ ان شاء الله وش احلى لا. طبخه تزينها اطيب احب اسوي صواني بشاميل كذا الحين هذا اللي اي يعني تبي اشياء قديمه امي تسويها الاشياء القديمه لازم تواكب الموضوع تسوي شيء جديد اذا احنا ليش تعصب بسرعه احنا هذه عصبيه إيه يعني انا اول تسوي ما في لو تنرفزني لين بكره مستحيل اتنرفز مره لان انا اللي انرفز الناس مو العكس طب عادي تعيد المشهد اللي قبل شوي اي مشهد مشهد البطريق يلا تفضل يلا قول بسم الله تفضل بسم الله نعيد ثاني من جديد والله اقول لكم مشيتي كذا جد لا ما طيب يا عبد الله عبد العزيز عبد العزيز تفضل عبد العزيز انا اشوفك يعني قلت الدوبلاج أيه. دوبلاج كموهبة ولا تعلمت ولا إيش يعني؟ موهبة يعني كنت بشارك أول في برنامج كلكلة إيه كقديم وبشاركت برنامج أطلق الفنان كممثل كلكلة شاركت فيه شاركت كمقطع دوبلاج دوبلاج أيه وشاركت في أطلق طيب الفنان في شخصية تمثيل. في شخصية دوبلاج أو كرتونية أيه. تحب تقلدها تبي أعطيك مشهد أي مثال مرحبا بكم أعزائي المستمعين أو أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من مسلسل الكرتوني المحقق كونان بالدبلجة الأصلية ران كيف حالك يا ران؟ إنني بخير يا سينشي ماذا تفعلين يا ران؟ إني الآن قلقة عليك أين أنت؟ لقد قلت لك إني مشغول في قضية ما سأعاود الاتصال بك لاحقا كونان ماذا تفعل هنا؟ اذهب إلى الدكتور أجاسا وسيتعلم ماذا تفعل لماذا؟ أين أنتم؟ إنني دكتور أجاسا ران إذا بي مع كونان هيا حاضر أنا هنا هيا اذهب مع ران لن أذهب قلت لك اذهب الآن حسنا سأذهب هيا يا كونان هيا لنذهب أنا ودي ما أسمع لهجك يا أخي عايز اللهجة المصرية ولا لا لهجك أنت أنا قاعد أركز بها تو مر علي عمر ضحيان ومر علي عادي أتكلم معك حساوي شو اللي تابعين أنا أبغى حساوي إيه أنا خلاص أوديك المخبز نشتري خبز حمر أوه خبز حمر ويتغير اللهجة عندك على طول ممتاز لأنه بس إحنا نختلف عندنا يعني أنا أقول لك أتحداك تقلد وراء أكتوبك فوق
لا تراجع الموضوع طبيعي جدا طبيعي مرة طبيعي والله انك موهبة شكرا. ايوه ربي ما يعني في شيء عندك غصب خليك في سخافة لا والله انا بضيف السخافة معليش السخافة اللي بيشوفها سخافة كيفها لكن الكوميديا هي تحتاج انك تكون قريب انك تكون سخيف لازم تكون كذا الحين التمثيل انك ما تمثل يعني عادي انا ترى جيت ما حضرت شيء يعني حتى شفتني في بعض الاشياء لخبطت فيها لا واجتمعت معك طول الوقت وذا فجاه قال لي شيء كذا يعني طول الانتظار وطول الوقت فاعطيته شوي دكتوره قاسه وحولت انا دخلت عليه قصدك اي دخلت فانا اعطيتك دكتوره قاسه ولازم الدخلات هذه بتصير. انا ملاحظ فيك شيء اذا استمر في مشكله نصيحتي حاول تخفف منه المشيه ولا الطقطق واجد فنصيحتي لك انتبه لانك المشكله احنا من قيم كلامك قاعد طقطق ما ادري وانتوا قاعدين الحين تتكلمون جد ولا مزح ممكن تبي تنرفزني يمكن وانت بعفويتك يعني هذا كلام لا انا قلت لك انا انسان ما تنرفز عادي واشوفك تتنرفز ما صار شيء الحين في تنرفز عند ابو ناصر يلا شكرا شكرا عبد العزيز ابو ابراهيم عشرة صالح عبودي شكل جديد و خمسة برود دخلت كذا هادي بس يوم طلعت مضغوط لو تنرفزني لين بكرة مستحيل أتنرفز مستحيل أتنرفز مرة لأن أنا اللي أنرفز الناس مو العكس